اجتاح العالم بشكل كبير، وأعداد المصابين به في ازدياد دائم. مرض الروماتيزم. أقامت جامعة الملك عبدالعزيز المؤتمر العلمي السادس المستجدات في أمراض الروماتيزم، والذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية لطب الباطن. ويضم المؤتمر العديد من الجلسات العلمية الطبية، بالإضافة إلى 4 ورش عمل تناقش علاج هشاشة العظام والأشعة الصوتية لأمراض الروماتيزم. تم مناقشة آخر المستجدات والتوصيات لتشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية، وحظي المؤتمر ب 21 ساعة تعليمية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقام المؤتمر على جهتين بسبب الاحترازات موصى بها من وزارة الصحة. تناول المؤتمر أحدث ما توصل إليه العلم على آخر التطورات في علاج الذئبة الحمراء وهشاشة العظام والتهاب العيون بسبب أمراض الروماتيزم. الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم هي جمعية علمية منذ عام 2010، تعني بجميع ما يعني أمراض الروماتيزم للمجتمع وللأطباء، في تطوير معنى الروماتيزم وكيفية التعامل مع المرض وكيفية التشخيص المبكر وأهميته. الأطفال يتأثروا بهذه الأمراض أكثر من الكبار، لأنهم في طور النمو، والتهاب المفاصل يؤدي إلى إعاقة في النمو، أيضا إعاقة في الحصول التعليمي، وإعاقة في الناحية الاجتماعية بحيث أنه ينعزل. فأملنا وعملنا اكتشاف الأمراض هذه مبكرا والسيطرة على المرض مبكرا، حتى يمكن في الطفل من ممارسة حياته الطبيعية كأي طفل، من اللعب والمشاركة وحضور المدرسة والنمو الطبيعي دون حصول أي إعاقة. تكمن أهمية المؤتمر في ضرورة تحديد المشاركين من أطباء وباحثين بآخر التطورات في إدارة الحالات المرضية الحادة والمزمنة، ومناقشة آخر التطورات الطبية في هذا المرض. لقناة إقرأ، عبد الشكور السلمي، جدة.